أن الفشل واضح في هذه الحكومة، وأن الفشل الحقيقة مرده الأساسي لرئيس الحكومة وطريقة تسيير لهذه الحكومة. فهو القائد المايسترو الذي يدير هذه الأزمة، وهو الذي يستطيع أن يحدد الأولويات ويقود هذه السفينة في هذه الظرف أو في هذا الظرف الصعب. لكن للأسف يعني لم نرى أي نجاح، بل رأينا ارتباك. طيب، أشكرك سيد محمد صوان رئيس